انت معقول؟ شو عم تعملي هون؟ انت كأنه بتعرفي عيلة العروس؟ استاذ ما قدرنا نحكي لك اي شيء عنا من قبل ابدا. هي اخت مانوشي الصغيره ميت. ميت؟ انت اسمك ميت؟ قصدي انه حتى ابني اسمه ميت. شو هالصدفه هي؟ ايه عن جد انا صرت شايفك اكثر من مره وما سالتك عن اسمك. شي حلو كتير. طيب يعني انت اختها الصغيره لمانوشي؟ حلو كتير. اذا بتريد سامحنا، نحن غلطنا غلطه كبيره، خبينا حقيقه عنكم لازم تعرفوها. بقصد انه نحن كنا خايفين تلغوا العرس بعد ما تشوفوا تصرفات ميت واسلوبها والشغل اللي بتشتغله. نحن بدنا نلغي العرس بسببها؟ بالعكس، لانه القرابه رح تصير اقوى بكثير بسببها هي. انتو خبيتوا هيك جوهرة عنا، بس انا بعرفها من قبل. بس وهي بنت ذكية وقد حالها يا مدام، انت عرفتي تربيها بشكل صحيح كتير. او ماشي، بس من هيك كنتوا خايفين؟ معقول انتو كنتوا خايفين انه نحن نعرف انه ميت بتكون اختها لمانوشي ووقتها رح نغير رأينا؟ ايه خلاص، انا حابب لكم انه ما في داعي تاكلوا هم بالمره من الناحيه هاي. ما بتعجبني مانوشي قد ما بتعجبني ميت. لا تفهموني غلط، بس انا يلي قصدته انه يعني مانوشي شفتها بس لسه ما بعرفها منيح. وميت أنا مو بس بعرفها، أنا بعرف كمان إنها طيبة وأنا اختبرتها كتير. مو بس اسمها ميت، هي شخصيتها كمان مثل ابني ميت تماما. هلأ لا تاكلوا هم، هاي جوهرة مو بنت عادية، صار الوقت لتيجي مانوشي على المنصة.